لو الحكايه فيها ان فيتو بنتك ازاي بقيتي بوابه عماره؟ والله انا جيت هنا ومن فتره كده بقى لي بتاع 10 سنين وكان معايا راجلي ورجلي توفى مني هنا. طبعا قعدت امشي قالوا لي لا ما تمشيش هتروحي فين وتتبهدلي وكده. قال لك قاعده في وسطينا طالما انت قايمه بفرايد العماره احنا مش هنقدر نمشيك. فقعدت اخدت فتره هنا ويعني قاعده في وسطيهم بشتغل اطلع اعمل سلالم بره واعمل عربيات واجيب طلبه العماره وقاعده. حضرتك عندك كام سنه؟ عندي حاجه يعني 63 64 معايا 4 بنات ومعايا اجر صبيان 2 صبيان. انا كنت الاول يعني قبل ما ابني هنا مصري خالص كنت بطلع اشتغل في المصانع بتاع الطوب اللي هي بتاع الطوب الاحمر كنت بطلع اروح بلا واحده اروح الاول كنت بشتغل شغل والله ما فيش مرتبات ده اللي بيدي بيدي قيمته ما فيش حاجه مليت مرتب الشقه مثلا عامله لي 50 جنيه في الشهر يعني بتاع بلم منها بتاع 500 جنيه. اما بقى برزق من بره مثلا عملت سلم مثلا بعمل السلم ساعات في الشهر 5 مسحات 6 مسحات ب 50 جنيه والله زي بكلمك كده مش بكذب ولا حاجه والله. انا عملت عربيه مثلا ب 50 جنيه زي دي. اسمك ايه؟ ناديه فتحي. انا عندي كام سنه؟ عندي 55. 55 سنه. حضرتك من امتى ماسكه العماره؟ بقالي 26 سنه. انا من بني سويف من مركز ناصر. معايا جوز وعيال. فين جوز حضرتك دلوقتي؟ موجود اهو. طب هو يعني ماسك هو العماره مع حضرتك ولا حضرتك؟ معايا معايا احنا الاثنين مع بعض والعيال. هو ماسكينها بنمسح سلمها وبنلم منها اللي ربنا بيقسمه. مالناش اي راتب شهر ولا اي حاجه خالص غير العماره دي بس. انا هو ولا لنا وظيفه ولا لنا اي حاجه خالص. كل شقه بتدي لنا 10 جنيه. 10 جنيه؟ هما كام شقه؟ هما 11 شقه. معايا ولدين وبيت. ومتعلمين؟ بيتعلموا ومجوزاه. مجوزاه باصغر واحد معاه عيلين. لما العماره مش مجازيه معايا ومش مقضياني والدنيا غاله ومفيش يعني كده فعملت المشروع ده قلت اجيب شف خضار وشف حاجات وبتاع. زينب محمد السيد القصيم. حضرتك من فين اصلا؟ من الفيوم. طب وحضرتك بقى من امتى بقى شغاله بوابه عماره؟ انا 45 سنه. 45 سنه؟ بقبض 200 جنيه بس في الشهر. ولا عماره لما غفرتها كانت الغفره 5 جنيه و10 جنيه. امي بقى لها كتير اكتر من 45 سنه ماشي. كنت باخد 5 انا والراجل 10 غفره. وجا الراجل ربنا افتكره قدر. الحاجه بقى قبضت وهي الحاجه في السعوديه مش هكذب عليا صاحبه العماره دي في السعوديه قالت بتدينا 150 قبضهم هو سنه واحده بس 200 جنيه وانا قبضتهم سنه واحده 200 جنيه بس كده لما تيجي من السعوديه لو حد عدى على الخطوط اللي بيدي 5 اللي بيدي 10 لكن مفيش راتب ثابت ولا كده. لا يا بنت حد الله ما في الا هو المرتب اللي بحكي لك عليها معاش. هو بقى كان عامل معاه زراعي ده بتاع جماعه عبد الناصر ده بتاع زراعي بس مش بتاع السداد. هو ده بقى انا باخد 500 جنيه.